السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ اتمنى تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديونا كما شفتوا في العنوان يوم كامل معي كطالبة في كوريا. هذا الفيديو كنت سألتكم عنه من قبل وكانت كثير تعليقات إيجابية، بليز هاري صوري لنا هذا الفيديو. فاليوم حان الموعد. المهم أنا هلا كم بتشوفوا استعديت، بس كل الاستعدادات صورتها لكم في فيديو خاص، رح تكون يعني هيك خفيف ظريف. صورت لكم كمان الميك اب اللي سويته اليوم، ف خليكم مع الفيديو وارجع لكم بعدين. اوكي حبايبي، انا خلصت الميك اب كما بتشوفوا، ما سويت شيء كتير اوفر وما سويت شيء كتير بسيط، لانه انا رايحه للدراسه فما لازم يكون شيء يعني هيك اوفر. وكمان حطيت شوي ميك اب بيظهر حلو على الكاميرا، لانه ناويه ان شاء الله انه افتح لكم لايف شوارع بوسان اليوم بالليل. الفيديو راح ينزل اكيد بعد اللايف، يا انا بصور لكم الفيديو بالنهار واخيرا. المهم لازم اروح بسرعه لانه تاخرت صراحه، بس لا فاضل لي لسه شعري اسوي فيه شيء، يمكن راح احط فقط قبعه ما بعرف. المهم راح اجد له حل. بس قبل ما اروح بدي اوريكم شيء وصلني من موقع امريكي، اللي هي هديه حقيبه. هذه هي لساتها في البوكس تبعها. صراحه انا فتحتها شفت الحقيبه كيف عامله، بس حبيت اني اوريكم كي اذا يعني شريته من هذا الموقع، الموقع يعني كيف راح يوصلكم البوكس. سو هذا هو البوكس من برا، مكتوب هنا اسم البراند تي دي بلاك نيويورك. لما تفتحوه الحقيبه موجوده هون، وكمان هون مكتوب اسم البراند وانه مصنوعه في ايطاليا. راح اخلي البوكس على جنب وراح اوريكم الحقيبه. سو الحقيبه بتيجي معها هاي الحقيبه الثانيه لحتى تحميها، اوكي؟ فمكتوب اسم البراند تي دي بلاك نيويورك. تفتحوها هاي الحقيبه اللي طلبت من عندهم، كتير حلوه مو؟ شوفوا اللون، يا سلام. وكمان رائحه الجلد بيظهر انه طبيعي 100%. سو هم كاتبين في الموقع انه هاي الحقيبه او الحقائب تبع هاي البراند كلها مصنوعه في ايطاليا من جلد طبيعي 100%، اوكي؟ وهذا الشيء راح تلاحظون اذا شريتوا الحقيبه، راح فقط من ريحتها والملبس تبعها راح تعرفون انه الجلد حقيقي 100%، اوكي؟ سو يا خلينا نفتحها وراح اوريكم كيف
عامله من الداخل. سو هاي حتى تغلقونها هيك، ولما تريدون انكم تفتحونها من فوق فقط هيك، شفتوا؟ وفي كمان هنا هذا الزر بسموه، المهم حتى تنغلق. فهي هيك عامله من الداخل. انا رغم انه فتحتها وشفتها بس ما ازلت منها كل هاي الاشياء. واو صراحة هي كثير كبيرة في الداخل، بدون انه راح توسع لكثير اشياء. في هذا الجيب هون تشوفوا، وكمان فيها جيب ثاني اللي هو هاد، لحتى تحطون فقط يعني كارد او شيء مثل هيك. ولحتى تعرفون انه هاي الحقيبة فيها حجمين، اثنين، في هذا الحجم الصغير وفي الحجم الكبير تبعها. سو بالنسبة لطالبات الجامعة وهيك اللي بيحبون انه يكون عندهم حقيبة تكون كبيرة شوي لحتى توسع الاشياء، ومثل دفاتر الكتب وهيك، ففي حجم ثاني اكبر من هذا. انا هذه اخذتها الحجم الصغير لانه ما يعني ما راح اخذها للدراسة وهيك، فقط للزينة يعني، لحتى احط فيها فقط الميك اب تبعي، المحفظة تبعي. سو يا ما راح احط كثير اشياء، رغم هيك انه كبيرة من الداخل راح توسع لكل هاي الاشياء. سو يا في كمان هنا جيب ثاني من ورا، واسم البراند مكتوب من هنا. وفي شيء ثاني بيميز هاي البراند انه فيها كثير الوان. يعني اذا دخلتوا للموقع، راح اخليكم الموقع في صندوق الوصف، اذا رحتوا له وبحثتوا عن مثل هاي الحقيبه راح تلاقوها في اكثر من 20 لون يمكن على ما اتذكر. المهم في كثير الوان، يعني راح تحيرون مثل ما حرت انا في الاول اي لون راح اختار، لكن انا اخترت هذا اللون لانه حابه اشتري كمان بوت في اللون يكون احمر، وراح انسقها معه. وعلى فكره اليوم راح البس هاي الحقيبه. سو يا خليني هلا راح اروح اعدل شعري وارجع لكم. نسيت ما وريتكم الحزام تبعها، الحزام كتير طويل، فيا فيكم كمان انكم تعدلونه اذا بدكم يصير اطول او يصير اقصر من هون. الشيء المهم اللي وجدته مع الحزام هو القفل. هذا القفل دائما بيكون في الحقائب اللي بتكون براندات عالمية دائما بيكون موجود مثل هيك، فحبيت هاي النقطة في هاي الحقيبة، خصوصا انه هنا في القفل كاتبين اسم البراند تيدي بلاك، كما تشوفوا هون اسم البراند مكتوب، ف شكلها حلو. وشي حبايبي قبل ما اروح بدي اطلب منكم طلب صغير، اذا عجبكم هذا الفيديو حطوا له لايك، وكمان شاركوا في القناه وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم جديدي اول باول، وكمان خلوا لي تعليقاتكم وارائكم للفيديوهات القادمه ان شاء الله. هلا يلا نروح. هذا هو اللوك تبعي لليوم. وخلصت هلا الدراسة الحمد لله، راح اروح هلا لصميون حتى افتح لكم لايف، وكمان اصور لكم تتمة الفلوج. المهم كان هذا اليوم اخر يوم عندي في الدراسة. صراحة الاستاذة كانت كثير لطيفة معانا، احسن استاذة يمكن درست عندها كل هاي المدة في حياتي في كوريا. في الاخر اعطتنا توك كعك الارز، هو عنده معنى هنا في كوريا انه لحتى تنجحوا في الامتحان، يعني الاباء بيعطوه لاولادهم لما بيكونوا رايحين للامتحان لحتى ينجحون. اوكي فيا الاستاذة اعطتنا الطوق، ودعناها، وهلا انا راني في السيارة راح اروح لصاميون اشوفكم هناك. انا جيت هلا الاتشندم لحتى اتسوق شوي، سمعت انهم مسويين تخفيضات كثير، فيا راح اشوف اذا عجبني شيء بشتريه، خصوصا انه ملابس الشتاء تبعي ما بعرف مو عجباني، حابة اغيرها، فراح اشوف. عجبوني كثير الاوتفيت اللي موجودين هنا، خصوصا القبعة شوف مكسوف فيها بلاك بينك. نو يس بلاك بينك. اوكي بس السي في انعكاس ثاني. بس حلو الستايل على فكرة، راح اوريكم كيف هو ملبوس. شوفوا على هي الدنيا كتير حلو. على فكرة هذا هو الاوتفيت تبعي لليوم.
يا كنت خبرتكم انه راح اصور لكم اياها في الاول بس ما صورته. المهم انا راح اجرب هاي السراويل. صراحه ملابس مو حلوه ما عجبتني، فقط هاي السراويل مسوين فيها تخفيضات فجربها، اذا كانت حلوه علي بشتريها. الثلاثة ما عجبوني، هذا وهذا كانوا كثير قصرين علي. بالنسبة لهذا البيج فهو بيظهر الجسم كله، بتشوفوا هنا بتظهر بطاقة هون. الأحذية هون كيوت مو مسويين فيها تخفيضات. صراحة مثل الأحذية فيكم تشتروها من برا المود ثمن أقل من هذا، بس هنا منسقينها مثل هيك مع حقائب، مثلا البراون مع حقيبة براون، كمان في تحت الأسود والبيج. أنا جيت لهون حتى أشتري بوت طويل اللون الأحمر وحتى يتناسب مع الحقيبة، بس ما وجدت، ما عندهم الألوان الفاقعة. بدي أحمر يا ناس بدي أحمر بس ما في للأسف. في براند معينة حابة أشتري منها البوت، إن شاء الله لما أروح لسول راح أروح لهذيك البراند وأشتريه من هناك أحسن لي، رغم إنه ثمنه يعني شوي غالي بس بظن إنه يستاهل. المهم بروح أجربه أشوف كيف يطلع علي، إذا كان يعني حلو راح أشتري، لأن الصراحة هنا في كوريا شوفوا كمية الأحذية اللي موجودة هون، بس ما في ألوان فاقعة، فقط البراون أسود أبيض بيج، هذه الألوان اللي عندهم في الأحذية. شوف للأسف الجو بارد كثير برا، كمان هنا مسوين تخفيضات، بس انا شفتهم لما كنت داخله للمول صراحه ما عندهم اشياء حلوه وثمنها غالي، فقط اشاعه انهم مسوين تخفيضات. خلاص ابتدى فصل الشتاء هنا في كوريا. واه الجو كثير بارد. الحمد لله بوسان سخنة عن سول، تخيلوا انه هلا في سول ماينس 10 يمكن على ما سمعت، فكمان سقط عندهم الثلج البارح فالدنيا كلها بيضة هناك. ان شاء الله بروح بصور لكم. هلا انا رايحة للسيارة باخذ عمود السيلفي والباور بانك وبروح افتح لكم لايف على اليوتيوب ان شاء الله. فاللي ما شاهد اللايف راح يكون اللايف اكيد نزل قبل هذا الفيديو، فارجعوا للفيديو قبل هذا ورح تلاقونا اللايف هناك. يا اتمنى تستمتعون حبايبي. انا جيت هلا لحتى اتناول العشاء، فانا طلبت اخطبوط بالارز يسموه بالكوري ناكسي يسوي بوكم باب. صراحة ما صورت لكم في الاول كيف بيطبخوا لانه بيطبخوا امامكم هنا، لانه اتصل علي ابوي فتحدثت معه لمدة نصف ساعة تقريبا. المهم انا اكلت منه شوي ولسه فاضل لي، بعد ما خلص بروح يمكن للبيت مباشرة وروح لمقهى ما بعرف، بس يا راح اخبركم كل شيء بالتفصيل.